زي ما تحب انت تشاهد. ما بعيد هنا، ما بتم الايد هنا، اصلي مسافره طوالي امشي لمين البري، لقيت البصات لقيتي، ما لقيت البصات اركب لوري، اركب دفار، اركب بوكسي، اركب اي شيء. يعني امي ما حرام عليك تخليني عليك البصة قابل عبد الله ده انا براي. اسمع يا بنت، كم مواصلات ما في، عبد الله ده ان شاء الله شيني فوق ظهره شبحه شبحتين بيوصلني البلد. طيب يا امي انت تصل البلد وتمشي وانا لا 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 عيد في البلد الخالدي تم العيد في البلد الخالدي. لا لا يا بنتي، ما في زوجة دخل علينا، ما في زوجة علينا، ما في زوجة عافاني، ما في زوجة راضاني. لا لا ما في يومي، بس احنا بس حنتم العيد كده وبيكونوا الناس في المستشفى ناس، خالي عبد المنعم بيكونوا مشوا بعدين بنرحل هناك في ناس في حلتنا. ما بتكلم معك تاني ولا معارض لك ده ولا دايري كلام، بس دايره امشي هل دايره امشي هناك ادوق طعم العيد، هنا ما في اي طعم للعيد. ليش شو ده تدعي لي في الخالة ده؟ وانا البيت داك ما كنت راضي انا بيك وانت تدعي لي جد علي؟ لا لا يا بنت ما بنجدعي لك انا كده دي هي. يطوق طعم عبد الله. عبد الله هاي، شوف لينا حل، شوف لي حل اسوي شنو. انا ما قلت لك انت ما قاتل انت فهموني ولا شنو؟ على حته افلام انت ثلاث افلام اليوم انتهى، انت صوت طايرين باي شنو؟ انت طايرين هناك، انا بدي اقول لكم بضرب لي حالي اربع ساعات ببطاحين في جوكم هنا الناس كده تا دايرين ولا اضرب لهم؟ ما اضرب لهم؟ ما اضرب لهم خلاص طيب ما تجوري كلهم مرة العيد ما في ناس. ضرب بوند شوفي يا خلاص دني ودين هالو دين. لا 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 ونحن جينا دسانا هنا من الناس كمان ما شدي بلاي هالو هنا او عيب اهالو ده كل شيء وانا هالو دين اهالو الشجر نحن بنقدر عليهم اهالو فوفيت ما بنقدر عليهم. لا 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 ما عشان كده يا امي قلت لك خلاص احنا نعيد هنا برانا. طيب يا امي اقول لك كلام، انا عندي فكره، انت نازل مش دار تعيدي اليوم داير عيد. طيب ما في تلفون يا امي، نضرب لهم تلفونات، نضرب نسلم على خالتين عيد عليه ونضرب عليه اللي خالو اي زول دار تضرب تعيدي له تعيدي له بالتلفون بعد ما العيد ينتهي وناس خالين شنو نرجع بيتنا. قلت شنو اضرب لك لخالتين حكي هذي هاي دلي. الو التهمة، كل سنة وانت طيبة يا اختي، علينا وعليك تبارك يدعان عليك بالخير يا اختي. الله يا التهمة ما خلينا بيتنا داك، شفتي خلاص بنتي جاب. هاي يا خالتي التومه كيفك؟ كل سنه وانت طيبه، السنه الجايه ربنا يحقق امانيك ان شاء الله. والله تقولي شنو؟ قلنا نجي نعيد معاكم لكن جاتنا ماموريه فجاه كذا سافرنا برا السودان. اديك عبد الله سلم عليه. عبد الله يا عبد الله. هاي عبد الله هاي عبد الله ده والله في اجتماع مع السفير الهنكاري. الرسالة ده زي الناس ما بيعرف يدرس، كان رسلت لي حاجه ثاني اتلخبط فيه. قالت مراسل. مراسل وين؟ خلاص يا امي هكي عيطتي، ثاني دارت تعيدي على زول. اديني عثمان. عثمان هيا عثمان. آمين علينا وعليك تبارك إن شاء الله السنة الجاية حاج. الله يسلمك يا عثمان، والله العيد هنا يسكت بس خليه العيد، لا تشيله هنا في عيد العيد يا عيامة في البلد ناس داخلين ومارقين يسلموا على الجيران والحبان. إخلاص بنتي ما جاء شو يومي انت حتشيلي حالي بنتي؟ إخلاص بنتي. آي يا خالي كل سنة وانت طيب، ربنا يحقق أمانيك إن شاء الله. كيف تمام؟ الله يسلمك. عبد الله دقيقة يا عبد الله. هاي عبد الله. يا خالي عبد الله ده ما هو شغال مراسل؟ لا لا مراسل عشان كده عنده اجتماع سر. هو ما شغال في شركة سر؟ خلاص والله كان شفته العيد في الغربة حوار. يا من الاسرار اللي بيحفظها عبد الله. يا يوم السجم والرماد سر قالت. والله يا ذبحاني جاي معلمك الكذب. الو هاي عبد الله وني عطول؟ انا ما عبد الله، انا التفير الحنقاري. ها
كده حطيت.